هيدا اسمي، بس هالمرة بالأبجدية الفينيقية يلي بفتخر أنه أنا بلاد كاني لقبها الإغريق بفينيقيا. فينيقيا يعني أحمر، نسبة للشراع يلي كانوا يحطوه الفينيقيين على السفن ويتحدوا فيه كل الأمواج ووصلوا فيه لآخر المحيطات. أنا بمدينة بتزوروها بكل الفصول، هيدا المدينة اسمها جبال أو بيبلس. ولنعرف أكثر عن تاريخ الفينيقيين العظيمين خلينا نتعرف ونشوف الأستاذ يزيد محفوظ رح يخدنا أكثر لعمق مدينة جبال. بالشرق عنا وفي مصر قطعت الأبجدية بعدة مراحل. بمصر كان في عنا الهيروغليفي، تطور فصار الهيراتيقي وتطور فصار الدوميتيقي. في بلاد ما بين النهرين عنا الأبجدية المسمارية، هالمسماري والهيروغليفي تطب بالعدة جيل. إنما لما نكتشف قبر الملك أحرام ونوجد جملة محفورة على ناموس الملك أحرام، هالجملة بتقول أرم زه فعال يتبعل مال جبل لأبه أخرام مال جبل كشتوب عليم. ومن هذه الجملة توصل علماء الأثار إلى استخراج 16 حرف، ورجعوا لقيوا بشغلة تاني كمان 6 حرف، فبين إنه الأبجدية الفينيقية مؤلفة من 22 حرف، وهي أول أبجدية في العالم سمعية وتكتب من اليمين إلى اليسار. الأبجدية الفينيقية اللي هي من أبجد لحد قرشد تحولت لقيمة رقمية، يعني بكل بساطة وبحسابات الألف صارت واحد، وإذا منوصل للكاف مثلاً نبلش نعد 10-10. فإذا اسمي كريتا بدنا نحسبهم بحسب الأبجدية الفينيقية بيطلع القيمة الرقمية 611. نحن هون فيتين على قبر الملك أبيشمو ملك جبيل. يقال إنه هالممر اللي نحن عم نقطع فيه كان مدهون بورق التين المذهب. كانوا الفينيقيين يزرعوها حد المعابد وحد القبور لأنه التين الوحيد اللي ما بتموت. غير الأبجدية وغير تعليم الأمم كانوا عم ينقلوا معهم شجرة مباركة اللي هي مهد نشأتها ببلادنا نحنا اللي هي الزيتون، ووصلوا فيها على إسبانيا والبرتغال لصاروا يقولوا مثلنا زيتون. أخيراً هيدا فخر كتير كبير أنه تكون مدينتنا بيبلس مسمية على اسم الكتاب المقدس لبيبل، لأن هي كانت أول مدينة تصدر كتاب لبلاد اليونان.